قال الله عز وجل في سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صدق الله العلي العظيم. في هذه الأيام تتوجه جموع الحجيج إلى الديار المقدسة من أجل أداء مناسك الحج وزيارة المراقد المطهرة في تلك الديار، حركة إيمانية عرفتها البشرية منذ بدايتها على يد أبيها آدم عليه السلام، ورسم معالمها الأساسية أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام، ثم أكمل تلك الصورة نبينا الأكرم سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله. وبلحاظ ما لهذه العبادة العظيمة من أهمية كبيرة وحساسية أيضاً كبيرة، ارتأيت أن أخصص هذه الخطبة لتقديم بعض التوصيات إلى أعزائي الحجاج من الرجال ومن الأخوات الذين تلقى على عاتقهم مسؤولية هذه العبادة بشكل مضاعف عن ممارستهم لعبادات أخرى، وهذا ما سيتبين من خلال النقاط التالية لماذا هناك مسؤولية مضاعفة. النقطة الأولى، التوصية الأولى، الاهتمام بمعطيات الحج الإيمانية الروحية الأخلاقية والسلوكية. لا نحول الحج إلى ممارسة جافة، إلى جسد، لا نقتل روح الحج بل ننعش هذه الروح، نبث فيها الحركة من خلال الاهتمام بمعطياتها. فالحج ليس مجرد إحرام خالي، ليس مجرد لباس، ليس مجرد امتناع عن بعض الأمور، ليس مجرد مشي حول الكعبة المشرفة، بل الحج فيه روح، وهذه الروح هي المعطيات، هي الأهداف، هي النتائج، هي الثمار التي نقطفها من خلال هذا العمل. بعض الآيات، بعض الأحاديث حقيقة أشارت إلى جانب من هذه المعطيات. بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. تذبح الأضحية، أكثرنا يذبح أو يوكل في الذبح وغائب عنه، لماذا نذبح؟ المسألة أيضا ليست فقط عطاء أو إيصال للفقراء مثلا، أبعد من هذا. هي الآية القرآنية تفتح لنا أفق، تضيء لنا شمعة، تقول لنا ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هناك أكثر من هدف من وراء الهدي، هل فكرنا في هذه الأهداف أم جعلنا من الهدي مجرد ممارسة اعتيادية خالية من أي معطى في حياتنا؟ كيف نحقق التقوى وكيف نكبر الله عز وجل على من خلال هذا الهدي؟ كيف؟ في حديث عن الإمام علي الرضا عليه السلام: وإنما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه. هذه نقطة، كيف تحقق هذا الخشوع من خلال الإحرام ومن خلال محرمات الإحرام؟ عندما تحرم تدبر في لباس إحرامك سيتحقق جانب من هذا الخشوع. عندما تذهب وتطوف حول الكعبة المشرفة في بمعية الآلاف ممن هم يرتدون نفس هذه الثياب في حركة مركزية واحدة، تدبر في هذه الحركة التوحيدية ما هي معطياتها، وفي هذه الحركة الوحدوية ما هي معطياتها. عندما تذهب لتقف خلف أثر قدمي إبراهيم الخليل عليه السلام باني الكعبة،
تدبر ما معنى هذا الاقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام. عندما تذهب وترجم الشيطان في صورته المتمثلة بالجمرة، عليك أن ترجم شيطانك أنت، وعليك أن ترجم النفس الأمارة بالسوء الموجودة في داخلك كما ترجم الجمرة بهذه الحجارة. وهكذا من موقف إلى موقف ومن منسك إلى آخر، إذا تدبرت حين ذاك ستخرج بنتيجة إيجابية من هذا الحج. من هنا يفترض بالحاج أن يهتم بما يقدم إليه من برامج تعليمية توعوية في أثناء الحج، تجعل هذه المعطيات حاضرة أمام عينيه فيتفاعل مع المنسك بصورة صحيحة وكاملة، كما أن عليه أن يتدبر بنفسه أيضاً، أن لا يعيش الغفلة في أثناء المناسك، وإنما يعيش لماذا أنا هنا، ولماذا أفعل كذا، ولماذا أرتدي كذا، ولماذا أتحرك بهذه الصورة، لكي يثري هذا الحج. وكما أن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا من خلال الحج صفحة جديدة من كتاب أعمالنا، حين يمسح يمحو عنا كل آثامنا السابقة، علينا أن نفتح لأنفسنا من خلال الحج صفحة جديدة من حياتنا أيضا، بحيث لا يكون عزمنا للحج وذهابنا إلى الحج وعودتنا من الحج لا تكون محطة من محطات حياتنا العادية، بل محطة استثنائية نتغير من خلالها إلى الأحسن كما يحب الله عز وجل. التوصية الثانية: تذكر أنك لا تحج لوحدك. الحج من العبادات الجماعية، ليس كالصلاة التي يمكن لك أن تصليها في البيت. نعم، هناك صلاة الجماعة، ليس كالصيام عندما تصوم بأن تمتنع بنفسك من خلال ذلك. الحج من العبادات الجماعية التي يؤديها ولا يمكن أن تؤدى إلا في جموع المسلمين في موسم واحد في مكان واحد. فعليك أن تتذكر أن هذه العبادة الجماعية تستوجب منك أيضا أن تراعي هذا الظرف، أن تراعي هذا الوضع، أن تتجنب كل ما من شأنه أن يفسد هذه الروح الجماعية الموجودة في الحج، والتي يريدها الله والتي يقصد منها الله سبحانه وتعالى عندما جعلها بهذه الصورة، أن تتحقق من ورائها مجموعة من الأهداف للمستوى العام، ليس للفرد، أن يتحقق من خلال هذا وبان الفرد في ضمن هذا المجموع. أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله: أنك جزء من جسد، إذا أصيب بالحمى تداعى، إذا أصيب بمرض، إذا أصيب بعلة تداعى له سائر الأجساد بالسهر والحمى. بهذه الصورة تتحرك في الحج وتتعامل مع الحج. لا تحول الحج إلى محطة من محطات ترسيخ الشقاق بين المسلمين، هذه نقطة مهمة جدا، لأنك تضرب بذلك بعدا مهما من أبعاد الحج، ومعطى رئيسيا من معطيات الحج. لا تعطي المبرر من نفسك للآخرين كي يحققوا وكي يزرعوا الشقاق بين المسلمين. لا تسمح لمن يحمل الروح التكفيرية، ولمن يحمل الخطاب التكفيري، ولمن يحمل الممارسة التكفيرية، لا تسمح له، لا تعطيه المبرر من أجل أن يقول: انظر أنت كذا، من حقي أن أفعل بك كذا. لا تعطيه المبرر. لاحظ هذه التوصية التي ذكرناها من قبل للإمام جعفر الصادق عليه السلام وتتجسد في الحج، يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا. لا تعطي الآخرين المبرر لكي يذلك، لكي يهينك، لكي يحقر انتمائك فتذلوا. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا
عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم، يعني مع سائر المسلمين. كن أنت فردا في المجموع، لا تتمايز بصورة سلبية. وصلوا معهم في مساجدهم. ثم قال: أي شيء، وهذه العبارة يتألم فيها الإمام الصادق، يقول: كأنني أأمركم وأنهاكم وأنتم تتمردون وتقولون نحن شيعتك. أي شيء أشد على قوم يزعمون أنهم يأتمون بقوم، يعني يأتمون بالأئمة، فيأمرونهم وينهونهم فلا يقبلون منهم. الإمام يقول لك: لا تحمل الناس على أكتافك، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، كن واحدا في المجموع، لا تتمايز بشكل سلبي، قولوا حسنا، وصية الله إليكم، ثم تتمردون بعنوان التشيع، هذا غير مقبول. ولهذا أوصي الأخوة والأخوات إلى الانتباه إلى ممارساتهم عند الزيارة في المدينة المنورة. فلتكن الزيارة بالصورة الأحسن، فلتكن الزيارة بما يتحقق منها القول الحسن، أن لا تتحول الزيارة إلى سبب أن نحمل الآخرين على أكتافنا فنذل لا سمح الله. كذلك إلى ما يصدر عنهم من أقوال، من طريقة في النفر من منى، أيضا هذه من المواقع التي يحزن فيها الإنسان، أن الحج بعد ما يوحدنا في آخر يوم عند المغادرة وإنهاء المناسك تصدر بعض التصريحات، نداءات، شعارات، بعض الأمور التي تمزق وتفرق. هذه النقطة أيضا نجب أن ننتبه إليها، والحرص على أداء صلاة الجماعة. عندما نذهب بعض الإخوان يصل إلى الحرم، عندما تقام الجماعة يخرج. الإمام الصادق عليه السلام يقول: صلوا معهم في مساجدهم. البعض يقول: توصينا بالضعف، توصينا بإظهار الضعف، هذا ضعف، كلما توصي بمثل هذه الأمور هي إمعان لبروز الضعف في وجودنا. أنا أقول: لا أبداً، ليس هذا من ضعف الشيعي، فالحاج الشيعي هو سليل أبطال ثورة 20 في العراق ضد المحتل الأجنبي، وهذا الحاج الشيعي هو نفسه الذي قاوم الغزو الصدامي للكويت، وهذا الحاج الشيعي هو نفسه الذي قاوم الصهاينة في لبنان وطردهم من لبنان وأذلهم، ثم بعد ذلك واجه حربهم العدوانية في 2006 فأذلهم مجدداً، وما زال يذلهم إلى الأمس بتلك الطائرة الاستطلاعية التي اخترقت أجواءهم. هذا الحاج الشيعي هو نفسه الذي يفعل في ميادين الحرب هذا، وعندما يذهب إلى الحج يفعل ما من شأنه أن يحفظ الوحدة بين المسلمين ولا يثير أي شقاق أو نزاع. وأنتم وكل الناس يدركون معنى نداء يا حسين الذي يتحرك دائما في الوجدان الشيعي، لا يغيب عنه. ولكن مع هذا تأتي الحكمة العميقة، الإيمان العميق، الحكمة الواسعة التي تلزم هذا الشيعي عندما يذهب إلى الحج، عندما يكون مع إخوانه المسلمين، ألا يثير، لا من موضع الضعف بل من موضع الإيمان والحكمة، ألا يثير ما من شأنه أن يفرق الصفوف بين المسلمين ويثير الشقاق، كما يريد البعض فعلا أن يحقق هذا الأمر وينادي ويسعى لتحقيق ذلك الأمر، لأن هذا المسلم الشيعي هو ربيب مدرسة أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي قال: ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة التماسا لأجر ذلك وفضله. إذن اعلم أن رعايتك لهذه الأمور فيه الأجر وفيه الفضل الكبير الذي يحبه الله وارتضاه أمير المؤمنين علي، ومن يشك في شجاعة علي وبطولة علي وقوة علي عليه السلام. هكذا على الحاج أيضا في ضمن هذا الإطار، وهو يشعر بأنه ضمن هذا المجموع، أن يتجنب الممارسات الأنانية، كأنه يقول: أنا وحدي وأنا الأولى. هناك ممارسات عديدة حقيقة
تنم عن أنانية الحاج أحياناً وتفضيل نفسه، مع أن المفروض أن المؤمن الإنسان المسلم يعيش حالة الإيثار وأن يدرك كيفية ممارسة الحج في ضمن المجموع. تذهب إلى الزيارة، تقف أمام الضريح، تزور بصوت عالي ولوحدك، وكأن ما في أحد يمك أنت يزور، ويحتاج إلى شوية تركيز، ويحتاج أن يزور النبي صلى الله عليه وآله بنوع من الخشوع. ترفع صوتك بمعنى شنو؟ دع الآخرين أيضا يزورون، لا تكن أنت فقط الذي تزور وتحرم الآخرين من عيش هذه اللحظات التي قد لا تتكرر بالنسبة إليهم في موضع آخر. زر بهدوء، بخشوع، بصوت منخفض، احترم المكان واحترم أيضا الآخرين الذين يزورون معك. عندما تذهب لتصلي خلف المقام والطواف في صفوفه ممتد إلى مناطق ما بعد المقام، لا تقف في حلقة لتزاحم الطائفين. الطائفون هم الأولى بالطواف، هم الأولى بالمسجد الحرام، هم الأولى بهذا المكان، الأولوية لهم. كلما اتسع الطواف عليك أن تراعي، كلما اتسع الطائفون عليك أن تراعي وتذهب إلى الخلف. لا تقول المسألة الشرعية تقول يجب عليك أن تصلي أقرب مكان إلى مقام إبراهيم. هذا في ظل ظروف المسموحة. وكلما امتد الطواف ابتعد إلى الخلف وصلي في المكان المسموح له، ولا تؤذي الطائفين والحجيج، فهذا ليس من حقك. وهكذا عندما تمارس سائر الأمور انتبه، عندما تذهب لرمي الجمرة انتبه، لست وحدك. الإمام الصادق عليه السلام يطوف في كتاب الوسائل، جاء رجل أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام، رجل الإمام الصادق جاء إليه رجل من موالي بني أمية وهو في الطواف، يسأل الإمام سؤال تحرش يعني، ما تقول في استلام الحجر، الحجر الأسود، مو المفروض وانت تطوف تروح تستلم الحجر؟ فقال عليه السلام: استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هي سنة النبي مستحبة. فقال: ما أراك استلمته؟ أنت على سنة الرسول وما تسوي هذا الشيء، أنت حفيد النبي ما تفعل؟ قال: أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذى. قال الرجل: قد زعمت أن رسول الله استلمه، الرسول ما يكره أن يؤذي أحد؟ قال عليه السلام: نعم، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأوه عرفوا له حقه فيفرجون للنبي، فيذهب بكل أريحية ويقبل ويستلم الحجر، وأنا فلا يعرفون لي حقي، فأذهب لأفعل مستحبا فأؤذي الآخرين، لا أفعل ذلك. هذه سيرة أهل البيت عليهم السلام. ثالثا، لا تكن أنانيا فيما وفقك الله عز وجل له. أنت وفقت للحج، تذهب هناك، لا تفكر فقط في نفسك. الكثير من الناس بانتظار دعوة، بانتظار استغفار، بانتظار رحمة منك تأتي بها إليهم هدية من عند الله عز وجل. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل ليغفر للحاج ولأهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج ولمن يستغفر له الحاج. شفاعة، هذه بعملك أنت تشفع لكل هؤلاء، فلما تدعي الواحد منهم الله سبحانه وتعالى يغفر لذنوب. رابعا وأخيرا، نظم برنامجا مختلفا لنفسك. لا يكون يومك في المدينة في مكة كيومك في بلدك كسائر الأيام. يجب أن يكون يوما متميزا، كل يوم يوم متميز بعمل معين، بعبادة معينة، بطاعة معينة. البرنامج نفسه يكون برنامج مختلف كي تستثمر هذا الزمن وتستثمر هذا المكان وتستثمر هذه العبادة كأفضل ما يكون. مثال ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره. إيش كثر عندك ثواب إذا تصلي في المساجد، تذهب إلى المسجد النبوي ثوابك يضاعف ألف ضعف.
فإن الصلاة إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 1000 صلاة في مسجدي، يعني الثواب يضاعف إلى 1,000,000 عندما تصلي في المسجد الحرام. مو حساف الإنسان يضيع هذا الظرف، هذا المكان، يضيعه بالكلام البطال أو بأمور لا تعود عليه بالخير. من المفترض أن ننتبه إلى أن نبرمج رحلتنا إلى الحج بما نحقق من خلالها أعظم الفائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل الحجاج المسلمين أن يبارك لهم في الزاد والنفقة، وأن يقضي ما أوجب عليهم من الحج والعمرة، لتكون حجتهم حجة مبرورة متقبلة، وزيارتهم زيارة نافعة شافعة بفضله ورحمته، إنه سميع مجيب.